ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة السيد خالد بوعنق عضو مجلس النواب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس. سعادة النائب بداية نرحب بك كونك رئيس للجنة المرافق العامة والبيئة، هل لك أن تحدثنا باختصار عن الإنجازات في الجانب البيئي وأيضا المبادرات التي اتخذتها البحرين للحفاظ على الحياة البرية والبحرية؟ أول شيء نمسي عليكم بالخير وعلى أخواننا المشاهدين الله يسلمك. بالنسبة حق اليوم العالمي للبيئة الله يسلمك، احنا الله يسلمك في لجنة الخدمات لجنة البيئة والمرافق قمنا بقاء في شرع قانون يحتضي على مواد 125 مادة، ولا ننسى اليوم احنا القضايا البيئية تحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الملكي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المعظم، وذلك من منطلق رؤيته الثاقبة والاستراتيجية المستقبلية لجلالته. احنا طال عمرك يعد المشروع قانون البيئة نقلة حضارية ملموسة تضع مملكة البحرين في طليعة الدول المعنية بالحماية المقومة بالبيئة وتنويع عناصر ويعكس الشعور الوطن المحتضر بهذه القوانين، ويعكس الاهتمام وتدهور المحيط الحيوي الطبيعي. نعم. إذا سعادة السيد خالد بوعنق عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، شكرا جزيلا لك.